فضيلة الشيخ، شخص من بلادي لما علم أني عازم لأداء العمرة قال بلغ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز وهذا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيصلي عليه ويسلم عليه وهو في مكانه ولا يروح للسلام أو رسالة، ما هذا من فعل الجهال. نعم.